مرحبا، كيفكم؟ مكملين بسلسلة كورس جي 2013 ناشونال لابروف. عنا أوبيفت تري فاتي كيردون، شو بيعتقدوا أو شو وجهة نظر؟ هل كان دولاز إن إنسان داري أم أتبيق غفير أستاذر؟ هون أنت حتقرأ إنسان داري رسالة قارئ عن بناء أبنية أو سكن جدد، أو سكن يعني جمع سكن، سكن بالجمع. نقرأ لازم هار كومنتيرات إنسان داري فاتي كبرشونا. عدة أشخاص علقوا على هاي الإنسندر، شو بيعتقد هدول الأشخاص؟ باتيك بشون لنا شو بيعتقد الأشخاص؟ فاليد الالترناتيف سنبصر بس اختار الخيار اللي بناسب أكثر شيء. هون عندنا الإنسندر اللي كاتبته كارين، وبعدين هون عندنا مثل ما شايفين كل شخص مثلا تارا أونا وإلى آخره شو كاتبين، ونشوف إذا بيتفقوا ولا لا. خلينا نقرأ أول شيء الإنسندر. From Tiden Span مستها نونستانس أتبو، أطفال المستقبل يجب أن يملكوا مكان أن يعيشوا فيه. هذا عنوان الإنسندري اللي هي كاتبته. مثل ما شايفين هي إنسندري من ثلاث سطور، إذا بتكتب هيك إنسندري بامتحان أنت برسبوك. هي إنسندري هيك يعني ناعمة. الله فيت أت في بيهوفر فلير بستادر إف فرام تيدن، الكل بيعرف إنه نحن بحاجة سكن أو مساكن في المستقبل. يوتيكر أت ذا آر شيلف كلارت أت سودر باركن أوك أمرودت نيري فيت فاتن أو فيت فاتنت سكان فيندس تي بوستادت او تي بوستادر. يعطيك قاعد انا بعتقد انه دي ار شيلف كلارت او خلف كلارت، انه من الاكيد او من الطبيعي ات سودر باركن الحديقه الجنوبيه اوك ام رودت نيري المنطقه السفليه او المنطقه في الاسفل في دفاتنت بجانب الماء، يمكن يكون في بحيره او جدول. سكان فيندس تي بوستادر لح تستخدم او لازم تستخدم لبناء سكن او للسكن. امرودت ار اندوسو سليتت اوتروكي، المنطقة هي يعني مع الحالتين مهترئة، بس احنا ما فينا نقول مهترئة يعني خلينا نقول تعبانة او سيئة. سليتت هي بتجي معنا مهترئ، بس هون جاي معنا تعبانة سيئة غير مخدمة، ممكن تكون بهالمعاني. تروكيك مملة او تروكيكت مملة. بيج نيابس بوستادر يسودر باركنو، ابنه اسكن او سكن يعني سكن جديد في الحديقة الجنوبية الآن. هذا رأيي كارن أو هاي الإنسندرية تبعيتها. طيب خلينا نشوف الأشخاص وإذا هن بيتوافقوا معاها ولا لا. أول شخص تارا، يا كان بارا هولامي في هاتي الركليمي باركر أوكنيا بوستادر أفيكتي فو كومونس فرامتيد. تيك تارا سم كارين، هل تعتقد كارا مثل كارين؟ يا ني بودا يا أوكني، يا إيه أو لا، أو إيه ولا بنفس الوقت. بما أن هي عم تقول يا كان بارا هولامي، أنا بس أني بتفق معك أو ياك أنا فقط أتفق معك، فمعناتها ما في داعي نكمل الجملة. من أول سطر هولامي يتفق، فهي بتتفق مع كارين، فجواب الأول يا هو الجواب الصحيح. اللي بعده الثاني، دي موست في ناس أندرا بلاتسر أد بيجابو، يجب أن يتواجد أماكن أخرى أن تبنوا فيها. يا بلي لسن ناريا تنكبو الله جرون أمرودي صنفوش فينر، أنا أصبح حزينة. يا بلي لسن ناريا تنكبو الله جرون أمرودي المناطق الخضراء صنفوش فينر التي تختفي. بيفيل الله كنا ها بيكنيك فيت باتن أو فيت باتنت، نحن كلنا بده يكون يعني نعمل رحلة أو تنزه عند المياه أو بجانب المياه. معناتها تيكر اونا سام كارين، هل تعتقد اونا او راي اونا مثل كارين؟ اكيد لا، لانه هي بدل الكرون امرودي المنطقه الخضراء، فاكيد هي لا تعتقد نفس كارين، فني هو الجواب الصحيح، ما بتعتقد نفسها او ما بتتفق معها بالراي. اللي بعده فلير بوستادر ار برو اوكسو دي باركن كانش ار دي بيست ستيلت ات بيجابو، كثير من السكن فقط جيد او حيكون جيد يعني حيكون جيد او مناسب خلينا نقول، والحديقه الجنوبيه ربما او يمكن هي افضل مكان لتبنوا عليها. سامتي ديكت فشتويا الله سانفيل بيفارا باركن، بنفس الوقت انا بفهم كل اللي بدهم يحافظوا او يصونوا او عم يدافعوا عن الحديقه. انت انهيل تلت فروغا اتلوسا، هو ما له سؤال سهل او ما له شيء سهل انه الواحد يحله، يعني هو بنفس الوقت انه فهمان انه لازم يكون في شقق سكنية، وبنفس الوقت كمان فهمان انه الحديقة كتير مهمة، فمعناتها هو متفق مع الطرفين، يعني هو مع كارين وبنفس الوقت ضده، فهو بوضة يا او ني، لانه متفق مع السكن وبنفس الوقت بده الحديقة، فهو يا او ني بنفس الوقت. طيب اللي بعده يت برا ام روس روستا اوب ام رودت رونسو دي باركين من سامتي ديكت فيلمان يو اوكسو هاليتي افغرون امرودت كفار،
كتير جيد انه الواحد بيسلح المنطقة روستر ام اوب، يعني يسلح او يزود ام رودة المنطقة روند سودر باركن، يعني حوالين الحديقة الجنوبية او حوالين المنطقة الجنوبية، الحديقة الجنوبية. ولكن بنفس الوقت بده الواحد يعني اكيد او اضافة انه يكون في منطقة خضراء باقية، ليتي اوف جرون ام رودة كبار، يعني بده كمان منطقة خضراء شوية شجر إلى آخره. يعطيك دي بورد في ناس بلاتس فور بوستاد هوز من عندهم اللي هيت ات بيفارا ديلر اوف باركن، يعني بده الباركن وبوستاد هوز. هذا بذكرنا باللي قبله، بده الاثنين، بده البارك وبده البوستاد، بده سكن وبده الحديقة، فمعناتها لازم يكون بو ضياء او نيه. جواب الأخير هو الجواب المناسب هون بهي الحالة. هذا خطأ أول واحد. الجواب هذا بو ضياء او نيه هو الجواب المناسب لحسين. اللي بعده كان بارا ان ستيما، انا بس بتفق، معناتها هي بتتفق مع كارين، لازم تكون جواب يا، انه هي بتعتقد اميليا او اماليا نفس كارين، فاكيد هي بتعتقد لانه هي بس عم تقول كان بارا ان ستيما، انا بس بوافقك او انا فقط اتفق. ديفينس بال انيت ادفينتا بو، ما في شيء انه نستنى بشانه. اوكنيا بوستادر بهوفس ام جو وان دي، ولازم يكون انه الابنيه جاهزه او تكون الابنيه يعني انه متضمنه، فمعناتها هي موافقه مع كارين 100%. الجواب الاول هو الجواب الصحيح، هذا خطا، الجواب الاول هو الجواب الصحيح. اخر واحد فيلكن برايديا، اي فكره جيده او شو هالفكره الحلوه؟ سنارت كومر بي انت اطها نوغرا جرون ام رودي الس، قريبا ما حيكون في عندنا منطقه خضراء ابدا. فارسكا في دو برومنيرا، وين نحن حنتمشى بهي الحاله؟ بلان بيتونغوك اسفلت بين الباطون والزفت، من دو كانش تيكر اد اتريفليت من بيكنيك اي بتونغن او اي بتونغن او ولكن انت يعني انت يمكن او ربما تعتقد انه من الممتع ان الواحد يعمل النزهه تبعه بالاسفلت. ستيفن هو عم يتمهزأ او عم يسخر، يعني برايك الواحد لازم يتمشى على الاسفلت والباطون؟ يعني اذا انتم الحديقه وين الواحد بده يتمشى؟ فهو مثل عم يستهزئ او مثل عم يعني في سخريه بالموضوع، فمعنى قول الواحد هو ضد كارين لازم يكون هون جواب ني. الجواب ني هو الجواب الصح لستيفا. طيب مثل ما شايفين عندنا 1 2 3 اعتقد هون، وبالصفحه الاولانيه كم تمرين كانوا؟ كمان 3، فيعني هذا التمرين عليه 6 علامات، اعتقد هذا التمرين كثير مهم، اذا الواحد ما فهمه بيروح كثير علامات، لانه 6 علامات محرزين بصراحه بالامتحان. بس اللي عليك انك تفهم الانسندري، تفهم هي مع ولا ضد، وتشوف الاشخاص. هون كانت الكلمة المفتاحية لك يا كان بارا، والله هون كانت الكلمة المفتاحية انه الجرون امرودي بده الجرون امرودي او البيكنيك النزهة. هون كان في عندنا البوستادر وبنفس الوقت الباركن، معناتها هذا بده الاثنين. هون اول واحد كان كمان بده الاثنين، الجرون امرودي والباركن والبوستاد، كمان شايف الاثنين بوستاد وباركن. هاي لك كان بارا انستما كانت مفتاح الحل، والاخير هون بيكنيك ايباتونج، معناتها هي انه النزهه في الباطون او النزهه في يعني الباطون الابنيه هي الحجاريه، خلينا نقول، فبين انه في مسخره وانه هي ما انا موافقه. ففي كلمات مفتاحيه بتسهل علينا الحل، بتمنى ان يكون ساعدكم فيه. هيك بكون وصلنا لهذا الفيديو، بشوفكم الفيديو الجاي، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات عم استفيد ولا لا، شو رايكم اني لازم اعمل بالفيديوهات الجاي، اكتبوا لي كمان، وسلامات.